إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لنحو 1,000,000 إسرائيلي فوق سن 60. هذا هو هدف حملة التطعيمات التي بدأتها إسرائيل رسميا وستستمر لنحو أسبوعين. ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تصدر لغاية الآن قرارا بشأن الجرعة الثالثة، إلا أن إسرائيل تؤكد أنها آمنة وتقول إنها الوسيلة الأفضل لحماية المسنين من سلالة دلتا المتحورة. بعد سلسلة من المباحثات مع خبراء صحيين في إسرائيل والعالم، أوصت لجنة الخبراء بتطعيم السكان الإسرائيليين من كبار السن. لقد أثبت الواقع أن التطعيمات آمنة، كما أثبت أن التطعيم يقي من الحالات المرضية الخطيرة ومن الوفاة. القرار الإسرائيلي بشأن الجرعة الثالثة يأتي ضمن السياسة الجديدة للحكومة والمبنية على فرضية أنه بات أمراً محتماً التعايش مع الفيروس مع أقل ضرر ممكن وأدنى نسبة مساس بالحياة العامة والاقتصاد والثقافة. الآن لدينا هدف واضح جداً، الحفاظ على صحة المواطنين الإسرائيليين، لكن أيضاً الحفاظ على لقمة عيشهم، الحفاظ على الاقتصاد والثقافة والتعليم وعلى الحياة الطبيعية، إضافة للحفاظ على حياة الناس. لقد اتخذنا قراراً استراتيجياً بمواجهة الجائحة والإبقاء على الاقتصاد والحياة العامة طبيعيين. وتماشياً مع السياسة نفسها، تتوقع مصادر حكومية أن يتم قريباً إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لباقي الفئات العمرية، وذلك بناء على نتائج الجرعة الثالثة لدى المسنين. فيروس كورونا باقي، وعلينا أن نتعلم كيف نتعايش معه بأقل ضرر. هذا ما توصلت إليه الحكومة الإسرائيلية، استنتاج كان وراء القرار بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح، جرعة قد لا تكون الأخيرة بل قد تصبح روتينا سنويا كلقاح إنفلونزا كما تشير بعض التقديرات. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.